الألقاب هي نوع من التقدير ببعض المطارح على العطاءات اللي بتكون. إذا كانت منذ البدايات فبيكون منشوف إذا مع هالمسيرة حدا يستحق اللقب أو لا، وإذا مع المسيرة الفنية كمان منشوف إذا كان هالفنان عن جدارة استحق اللقب أو لا. وبالنسبة لجديدي ألبوم جديد عم نشتغل سوا، نزل أول أغنية تعال نقعد من كلمات وألحان الأستاذ عماد شمس الدين وتوزيع الأستاذ هادي شرارة، نزلت من شي أسبوعين تقريبا، وإن شاء الله كل كم يوم رح ينزل الأغنية الجديدة حتى يصيروا ألبوم. موازين وأنا كثير أصحاب وبحب دايما شارك بهالمهرجان يلي بيكون فيه تسليط أضواء على السياحة. هذا دليل حرص جلالة الملك على الصورة الجميلة دايما للمغرب العربي والفرح اللي بدلوه كل المغاربة أخواننا وأحبابنا. ونحن ما عندنا أدنى شك موازين هي مش بس مسرح فني ترفيهي، هي مسرح ثقافي، لأنه نحن بنعرف أنه بالمملكة العربية المغربية تتمتع بشيء اسمه الأكاديمية الفنية. يعني أنا بحب كثير أتفرج على الاستعراض، بس أنا ما بحس حالي أني فنانة استعراض. بحب يكون الأرشيف هو يستعرض نفسه مع فرقة موسيقية متكاملة. لا شك أنه إذا يوم من الأيام رفقتنا فرقة راقصة بأغنيتين أو بثلاثة أثناء تقديم الحفل ما عندي مشكلة، بس الاستعراض استعراض يمكن نحن بعد بعالمنا العربي ما كتير قوية فيه، وأنا بحب أكون بشكل قوي وكامل متكامل لو صح لي إذا كنت بدي أقوم بهالخطوة. لا شك أنه كتير معك حق أنه لما بتقول شمس وقمر ونجوم، يعني الاسم أول دليل، الاسم أول ما بينشهر الواحد بيكون باسمه، بعدين الألقاب تعطى له، ممكن تكون تكريمية خلينا نقول، يمكن تكون عن جدارة أو يمكن تكون نوع من المجاملة، هذه بنشوف مع الوقت مع المسيرة إذا كان يستحق، ولكن الاسم هو الأقوى، الاسم هو الأقوى لأنه الاسم له دليل بالحياة. الفلان الفلان مش لقب فلان، فهو هون الأهمية. بالنسبة للذكاء الاصطناعي هذه عملية أكبر من عملية البشر، هذه مخطط كبير لبعدين الله يستر. صراحة أنا مع كل شيء يستعمل للخير. في تكنولوجيا الموجودة اليوم نقدر فيها نجتاح القمر والنجوم، ولكن بطبيعة البشر البعض منهم بيستعملوها للسوء وللشر. فأنا بتمنى أن الذكاء الاصطناعي ما يكون للتضليل فيما بعد، بخاف منه. بلشوا فيها على الصعيد الفني لأنه الأقوى هو الفن، ينتشر بطريقة سريعة، يحطوا صوت فلان على صوت فلاني على إلى آخره، هيدا كله بعده مزح. وقت الجد بده يكون في شيء بخوف، وأنا هذا الشيء اللي ما بيريحني صراحة. وأنا مع الطرب طبعا الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا اللي نحن واصلينها، عندنا خوف إنه تجردنا من المشاعر، يبطل في الآه، يبطل في النشوة بالطرب، تخدنا على حالة جميلة في الحياة. نحن كلنا سوا تحت الشمس معرضين لكثير أمور، ندعي ونصلي من قلوبنا إنه الإنسانية تضل مسيطرة.